كيما يا كنمتي جمله يثما يسمى مانيث لا مرحبا يا يسوان غل التعيد وتذويل تجديد سي هذويل تنون مرحبا اطلت في اللون كل مره سي تلفزيون ويس ربعه نت مزيغ هذويل تنخن موسى تمثالت قلان هطرا عديس تم قران تخير الله تخصى الغروز ثروة النخ ذي ثمور ذي الوهف اللدروك قلان هثيني سوا فذر ذي الغروز نتمور النخس الخصوص اذ نوسك در نسو السناي هذويل تنخن وساه ثلاث فون زقوما يذو الله ذو حساسي لو عارف الناس إذ نيهباب أقلان بدان فو حظي ذو سنعاث سيث ربع ثني جدار مين ثاني جيو ثنخ مثل الناس ذي تهذول تنخ مرحبا الإمام ذي ثمغلي ندين نخ الإسلام ذي مسناون القانون دكتور موسى بوثاني ثيارة النخ وذي لين إذ نخ هانيا إطبيبان ذي الشهادة أقلان هتبدم في الهاس الغروز أقلان وطان يكون زكومي ذو اللي هم خيد النيخ ذولت نخن وسهانيا وإذا نتعيذ نسعدي امتحان ثاي انتقرا نوس قوسا إذا نبذو نوين وجرب البيام ذا الباك تبديو فن صايح ذو هي ثانفسي ثابي دو غجيثي الفايت انتروا قداش نتمرث النخي ووض غلط مريكين يحلى انت مسالي جملة تفرم ذي ذولت نخن مرحبا قمي ثيار النخ نعوذ مرحبا يسونا من عاد هذه دويلة النخ مرحبا يا قلان الحقن الزماني يثير النخ مكيد النيخ وثلاثة سا ذي شوان تذويلة النخ مرحبا في تمثال تقلان ثوعر تقطعيث وخير الله سلخصوص إذا لقدر الماني ثوض ذيك سقوسنا ينقور هذه ثمور النخ في الشهو ذي درات انتو ثلاث فون زقوما يلا دروك قلان يسريف انتي قطعي وقيران أسانا يسلخصوص يقوله ذو حظي زيس ذي دويلة تنخن وسان يجي ونتق طعي قلان ذي سعري مني غير اني تمعوان ذي درت نتبديو تقوذ من نونز قومي انا مرحب فشهو سنقيب عرب مصطفى سي ثربعة ثغنا وثني جدار ميين مرحبا بك سي تنقيب يبارك فيك مرحبا بك يا استاذة مرحبا بضيوفك الكرام بالسيدات والسادة المشاهدين يعطيك الصحة قلان قبل ما عرات النخ مرحبا خانية الامام صلو حمزة قلان قبل عرات النخ ذي دويلة النخ مرحبا مرحبا بكم ربي يبارك فيكم ان شاء الله وربي يحفظ ان شاء الله وايضا نرحب بجميع الضيوف تاعكم ان شاء الله يعطيك الصحه مرحبا كل عمل عاد سي الدكتور موسى بودهان موسنا ونخن القانون مرحبا يا سي دكتور مرحبا يسم شكرا خير الله خير الله في الدعوه تاعي سي ضرايا اش محيه وهذا حيه الممثل الدرك الوطني وهذا حيه الممثل الائمه المساجد سي عرب الممثل الدرك الوطني وسي سي سي, سي حمزه الامام نعم ونحيي المشاهدين الربع اللي نتبع عندي داخل قناة ليس الأمازيغ القناة الرابعة يعطيك الصحة دكتور وذي لي ذنخ هانية سعيف النخ الخير بطباق ليها ما ذن صيح يطبب نقلان هذي لي ثيرا نسي قلانها هين ذي النار غن ممكن قار خدمني ثيرا الغروزاي ذي درات نس لخنسن سي قنوز قومايا مقرار لدروغ هو ثلاث فلاس سلخصوص لقدر انتو ثلاث فونز قومي إذا لقدر الحساب ثقلان توجر ذن ثقرا يدي ثمورث النخذ والقاف الناس يثروا أن تمورث ثلاث قماس الغروزي ميراث ووضع الدريم الزانن الحساب ذي مقرانا كابيتان عرب مصطفى يعني إحصائيات ضخمة يعني فيما يخص معالجتكم لهذه القضايا خاصة بالمخدرات نعم بالفعل أول حاجة يجب أن أنوه إليها هي أن الجزائر ليست بدولة منتجة ولا بدولة مصنعة للمخدرات المؤثرات العقلية لكن بسبب موقعها الجيوستراتيجي شكل هذا تحدي لها في ضد الشبكات الإجرامية التي تختص في الاتجار بالمخدرات بحكم أنها الموقع تاعها راه مفتوح على دول أوروبا ودول الشرق الأوسط هذه الدول هي بمثابة أسواق موسعة لاستقبال مخدرات الكوكايين المهرب من أمريكا اللاتينية عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا والشرق الأوسط وكذلك بالنسبة للكميات المهولة للهيروين المهرب من وسط وجنوب آسيا عبر المحيط الهادي إلى الشرق الأوسط وأوروبا هذه من جهة ثانية الجزائر تجاور أكبر
دولة منتجة للقنب الهندي ومصدرة للقنب الهندي، وهذا بحسب التقارير العالمية، تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2022، ألا وهو دولة المغرب أكبر منتج عالمي للقنب الهندي. هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة، الأوضاع الأمنية السائدة في الإقليم، جعلت من الجزائر خاصة عبر الحدود الجنوبية الشرقية، جعلت من الجزائر وجهة لكميات مهربة من المؤثرات العقلية على غرار الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة البريغابالين. في هذا الصدد حجزت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2022 حوالي 43 طن من الكيف المعالج، حوالي 6,550 ألف كبسولة بريغابالين، 180 ألف قرص إكستازي، حوالي 35 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 81,200 قرص مؤثر عقلي. يعني أما بالنسبة للهيروين، فكانت محجوزة الدرك الوطني تمثلت في 100 غرام من الهيروين، كانت موجهة في أغلبها إلى صناعة ما يعرف به الوسط الإدماني بمخدر التشوشنا. يعني الإحصائيات ثيثة، قلنا انتقل يسنت على حساب نقيب الكابتن عرب مصطفى تغوسة قلان هرني ما قلان نخسى أرنرني هسقسى من قرون غلي سقوسني تعدان، يعني مقارنة بالأعوام الفائتة ولا سنوات سابقة إحصائيات زادت أو نقصت؟ يعني لما نجري مقارنة، يعني مقارنة مع السنوات السابقة، نلاحظ بأنه بالنسبة للمؤثرات العقلية ارتفعت، يعني مقارنة، نمد مثال على مقارنة بالكميات المحجوزة خلال سنة 2018 ارتفعت بحوالي 30 مرة. يعني في سنة 2018 حجزنا حوالي 200 قرص، 200 ألف قرص مهلوس، في سنة 2022 حجزنا حوالي 7 ملايين قرص، يعني ارتفعت النسبة بحوالي 30 مرة. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة، يعني المخدرات المحجوزة خلال سنة 2022 نجد تفسيرا لها في أنه وجود حرب، يعني وجود حرب مخدرات تشنها بعض الدول على الجزائر. يعني ما في دينا النقيب الكابتن عرب مصطفى سي تربع ثاني جدرميان ديك سقوسنا يرني خير الله وسي زين سن غنطف نسني القد لا دروك صلرها طنس، يعني ذي ثمرث النخته فندس الخصوص سي ثمام هذا هريث نتمورث وتزاير ما مخيدي بداي ناوي وكذ بلي ثخطة تمورث قلان سرقاد، يعني لارهات لادروك انتثى قلان التاث فندغرس سيث مورا ثبرانيين قلان ذي ثراعيت غن ذي ثمغلي غلوم كان يقدرنا قلان هساعات تزاير فرزم في ثخطايث نتمورا سيل أوروب ذي طنين قلان وسنتيذ وغير انتفريق ويوكذ بلي 30 ذي الميان تاذ القد قلان يرنيس وسيز دي اللادروك ذي ثمر ثنخ ذوك سكواساس لخصوص من قرن السكواسن يتعدان. يعطيك الصحة كابتن عرب مصطفى. إميرا يعني تزاير ذي ثمغلي الحسابة ثاي جملة قلان رنيت مخيد دوكذ ذي مثل تربع ثني جادر ميين ثوير ذيك سوري فانتيق طعايو غطى بقنا ولا هلان هانشني وقير ذيس لقوانين هانية اللان ذقونار دكتور موسى بودهان ثقريت هو ثلاث في القانون الجديد نو حاضي غنثبدي وتكوذ من لادروك دكتور. نعم إذا ما ننبه أنه ثلاث فو مزوارو أنشين هانشين تو ثلاث فو نزقوم ذا مقرار الهم اللان يخص صحة نيوذان، يخص الصحة العمومية، يخص الأمن والاستقرار نثمور ثنغ. المخدرات بكل الأنواع النس بكل الأوصاف النس والغير نشأ الوقف ربما باش نفصل دي شيء الأنواع النس والأخطار المخاطر النس وفي الصحة في الميدان في كذا وكذا ربما من بعد مثل فيه. ولكن المخدرات لفيت زيك قبل ديرك القانون 2004 إلا القانون العقوبات، ولكن القانون العقوبات هو وشيشة الأهمية تمقران في المخدرات سيمي ثرنا الإحصائية ذمكي الممثل الدرك الوطني يشرح المخاطر النس رنين فالمشرع يدخل دي سقواس 2004
بموجب القانون 04/18 ويثلاي في الوقاية، يثلاي في العقوبات، يثلاي في الآليات، مكشغ أن نحارب الهماية، مكشغ أن نبد مكشغ. ولكن القانونين راه عزيز ثقطعيت الاختلالات، ثقطعيت الفراغات، ثقطعيت الحاجات اللي لنو لن تغوصوين أقلان وثلاشة في اللاسنطة يعطيك الصحة. ذي 2023 أنشي نميرا قربة ديرك القانون اللي يعدلنا إلان يتعدل ويراجع القانون السابق. نقيد دي ثقطعيت الحواج حلانث الهانث وبهانث نجمع باختصار شديد فيش كل نقاط هنستعرض. القانون يمرى يستدرك باللي لازم النوش كان ذا إحلان التوعيد ذا التوعيد والوقاية والحماية والوقاية والعلاج أكثر من الردع والقمع والعقاب ثايتيشت بحيث. ولكن الشاولي شا معناها أن نستبعد العقوبات؟ لا لا، العقوبات هذه لين 30 العوام يوذني لا نتسهل الموظفين مثلا لا نغرس سلطة القرار كذا سهلني ربع لين ترواج المخدرات مخدرات والمؤثرات العقلية ترى ما نغرش الوقت باش نشرح كم ديس الانواع وكم مثل الدرك يثلايد في الريكا سيغ ديسماون يعني اسماء كثيرة يعني ومديني سيد النقطة نقطة ثمزور. النقطة الثانية القانون السابق 2004 والتوثيشة في قطعيث المؤثرات العقلية اللي نرقند دي جديدين أم إيريكا أم إكستازي وكذا إميرا يسيد فيهن تيد باش نجمع نتبع يذن اللي نتناوليهن نغط ستالك نغط رواج الناس. ثاي النقطة الثانية القانونية جديدة يتكفل دي التوصيف، يتكفل التكيف، يتكفل نسمى يعني خطر اسمه ويشيد للصلاحية في وزارة الصحة بقرار. الحاجة الثالثة الركز دي برا في التعاون الدولي خطر الجريمة يعني استهلاك المخدرات والترويج للمخدرات وكذا من الجرائم المنظمة تربع ذي مجرمنا يعني خدمة ذي جارن دونيث يعني جريمة عبر القارات عبر القارات يعني عبر شبكات دولية. ولذلك إذا سمحت أستاذ إذا سمحت أكمل الفكرة ثم معليش بعد سيمثل جريمة عبر مكنية الحدود الجريمة وليش غير وطنية فقط ذيس الأطراف الجنية خطر ذيس 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 سوردان ذي مقرن يذني مراء على بك توين ذيس سوردان عالمين توين سوردان أكثر من سوردان توين ذي الأسلحة أكثر من سوردان توين ذي سجورة ذي كذا وكذا تضر عليهم تناول السعرات الشاترم تدير يعني استهلاك مخدرات ومتجرفات تدير أرباح وأثمان خيالية بالك الحاجة ولكن التعاون الدولي يلزم هذه المعاملة بالمثل السيادة خطر السيادة الدول السيادة الشعوب يلزم تحترم وليش أنشينا نمعاون وينما نقل المشاكل المعاون في إطار القانون الدولي العلاقات الدولية في إطار الاتفاقية الدولية خاصة اتفاقية 1988 إلا تخص الوقاية سي المخدرات والمؤثرات العقلية وما إلى ذلك ونضمن في كل الدول منها الجزائر تنضم الاتفاقية ينادى القانون الجديد. الحاجة الرابعة نضمن ما يلحق الرابعة أن نعفى الأحداث أن نعفى يذاني مزان يذاني والحقيقة نشغل سن التمييز القانوني يعني أن نعفى سن المتابعة القضائية ولكن لا شروط يزمها نخضع الوقاية نخلغ العلاج يزمها ندوى خطر نشينا نرعى غرسن كمرضى ذي مريض يزمها نعاجل ونهي ذي السناية بصح ما إلا والخضيع عن شيء منسن العلاج ما إلا دوما ما إلا دكتور زهو على سليفة في العلاج سمحي برك خسخان باش نبطاول نجرى ثنخ يميرا إلينا ثنخ معلش هدول هاد شنو ورعاد انتو ثلي يميرا في الرهات نوثلي في الحسابات تجري التمقرات نوثلي أمور ثنخ يعني يقول لك صرف ما كدني الشك القانون الثراري وكذا خير الله تمثلت نولة انت شنو زام غنوثلي الإمام النخ صلى الله حمزة يعني متى قار الدين يعني تمثلته الطور نفسي ثمبونا ذنب ذمار الناس زام غيطور يطنين نروزي بالك شك خطر خلط خير الله الغروزة قلانة تيليثي إذسن
السبث يعني الروز في السبث قلان بلا شك هو فيه يطنينا قلان هنصح فيه وتسنع الثاسن السبث قلان تجا ايش اذيوطا ذكو نزقومها موي السبب يعني اللي يخلي الشباب يعني يكون ولا ينحط في هذه المواقف يكون في هذه الأزمة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقمن هو قال مستهدف الفئة المستهدفة للمدمنين المخدرات شنو كم هم الشباب الغروس يعني لان ميمي الشباب من هنا قال لنا قارشني هنا قال المصباح الامه ان هنا قال هذا النور المجتمع هنا المستقبل لو قدر نشيخ في الاسباب دغوتنا بدا غير يتعاطى الحبوب ما كيقارنشني يتعاطى الحبوب المخدرات بكل انواعها بكل اصنافها تحوسن في السعاده والسعاده هنا تغلاصن هنا دغلو يساو الحبوب انا يتش الحبوب غنحبه من الحبوب او المخدرات تغلاص دغ يتش حب وبرك خلاص هي ولا سعيد ويرولسي المشاكل ما كيرولسي المشاكل تلقى يتعاطى الحبوب وهذه السعاده هي سعاده وهميه مؤقتة معناها تقريبا ساعة ولا ساعة ساعتين بعد يروح المفعول دين الحبوب أي خلاص يقول له هني نفس الشيء يقعد ذني ذي المشاكل أيضا الأسباب دي استخدام شلا الأسباب اللي وتمار يوير في بريذاي يوير في بريذاي قارشني قار أبريذ الظلمات أبريذ المشاكل أيضا ديس الأسباب بالزاف مش قارش إذا عريم الأسباب أيضا بشي المشاكل الاجتماعية بخير والأير والسي المشاكل نتاع الدار مشاكل المجتمع أتلقي تعاطى الحبوب أيضا التدخين عشان قرشني الدخان التدخين هو أول بوابة للإدمان وضنا غير ولا يهمه أول بوابة للإدمان هو التدخين يعني عرس القابلية باش ولا يعني نعم دائما نستذكر قول الحسن البصري عليه رحمة الله يقار لو كان العقل يشترى لتعالى الناس في ثمنه يعني لو كان مثلا العقلي سوارد يتمنزع وطيلة تلقف كل ذنك بغى الناس غلى العقل لقصهم في النفس غلى المؤسف والغريب ما كيخانشني وطنها ما وطن يساغ الصوارد ما كي مرض العقل الناس ميمي لقد غوطنا يتعاطى الحبوب ولا ينقها ولا يتساوى كل الجرائم كل المحرمات هني يتساوى الزنا القتل ولا حتى ينق ينغو ماس وانت مع لابلوش حتى تول مرة الخبر لا نقل سمحة إمام النخ حمزة لا نقلان يعني باش ما قلا يحكم في اللسن لادروك هذا ولا حتى يلزم دياب السوارد لازم يصغ لازم ذي وصلنا قلا خصيت يلزم التاتيلي ذي لوان ذيني معناها لغدا غاول ما قلق ناس الإدمان إدمان على المخدرات أي حاجة تلغنس الإدمان متى الإدمان أي حاجة شغل العقل يولى الأعصاب خارجية يولى يوالف في ولا دائما يطلب غوسادين أو ولا دائما يطلب الحبوب ما يقرا قائد الدرك الوطني الأنواع زليريكا ذي قرحنا ولا دائما يطلبيه أنت غوسة خصوصية الجسم الناس أي ولا يتكار أي يكر الدرث الناس أي يكر أي حاجة ممتلكات ما كي يسغ الحبوباي لهذا الدين النخ الشرع الإسلام يقار حرام حرام حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقار كل مسكر حرام أي حاجة تسكر معناه وش ما قار مسكر المسكر قال لا غوسه تذهب العقل تاوي العقل نقل العقل المسكر نقل العقل فلهذا المخدرات والحبوب وكل أنواعها حتى الخمر حرام يقر شيخ الإسلام ابن تيمية سمحة إمام النخاس ما غرض الحرام خطرش هطر في الجسد هطر في الجسم نعم ربي سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ربي يرحم سل نفس النخ ويرحم سل الجسد النخ وشكت نغث الجسد النخ والجسم النخ والروح النخ والعقل النخ سل هذه الحبوب هذه المخدرات وقال ربي سبحانه أيضا ولا تقتلوا أنفسكم ذي آية أخرى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ديس الآيات وديس الأحاديث ديس بزاف ديس الأدلة اللي قارنت باللي الحبوب التدخين حتى التدخين وحرام فما بالك الحبوب والمخدرات والحشيش يقار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقار إن الحشيشة حرام
الحشيشة ما قارشني المخدرات وشي الحبوب. الحشيشة حرام، يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، يعني الحد نصف الدين. كما شارب الخمر ذيس الحد عند ربي سبحانه وذيس الحد النس، أيضا أقول لي يتعاطى الحبوب ذي المخدرات ذي الحشيش ذيس الحد نس كما شارب الخمر. سمحي بكرافي دوم الله أنكمل أنكمل إني ذكور هذا دوم الله الكابتن خ عرب مصطفى نرجعوا لك. يعني نتكلموا على هذه الأنواع، ولكن حال يعني في السنوات الأخيرة كما تفضلت يعني تقوات هذه الأنواع وصارت يعني خطر، يعني ازدادت خطورتها على الشباب. نعم، هو بالفعل يعني المخدرات الكمية تاعها، كمية المحجوزات يعني الإحصائية تاع المحجوزات راهي كيما نقولوا حنا تفسير لخطورة هذه الظاهرة على المجتمع الجزائري. مثلا الكيف المعالج اللي هو أول مادة مخدرة يعني مصنفة في الوسط الإدماني في الجزائر، الكيف المعالج أو بما يسمى يعني بالدرجة الزطلة، يحتوي على المادة الفعالة THC. يعني دراسة علمية أنجزها المخبر، أنجزها المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام على 30,000 عينة مرجعية، ورفعت من الحجوزات أو المحجوزات من الكيف المعالج التي حجزت من طرف الدرك الوطني، وجدت باللي نسبة المادة الفعالة، نسبة المادة الفعالة في الكيف المعالجة يسمى بالدرجة في الوسط الإدماني بالزطلة راهي تفوت 20%، يعني راح تسبب حالة إدمان جسدية ونفسية كبيرة، كما تسبب ضرر يعني ضرر على الصحة. هذه الحاجة عندها تفسير أنه المنتجين والمهربين المخدرات الموجودين في الدولة الجارة المغرب يعملون على تهجين ورفع المنتوج والمردودية في في في, في القنب الهندي من أجل وضع اسم او من اجل تصدر سوق المخدرات الدولي، يعني لان سوق المخدرات هو سوق يتحكم فيه العرض والطلب، وهذه الامور تتحكم فيها الجوده ايضا. اكيد هذا بالنسبه يعني القدر يعني الارهاطه قلان هثين توسنت سلا دروكس خصوصا ما كنقرز طلفه قلان غل تغوصه طمزان قلان قدر في الناس يعني تعيث الغروز انتاث الديني يعني ثوار خير الله في زمار خطرش تقرأي تقلان زنوزان دي سرنين سقدران دي الرهط النس باش اطرن الغروز. تفضل. نعم، بالنسبة للمخدر الثاني الشائع يعني في الوسط الإدماني في الجزائر هو بما يسمى البريغابالين، يسمى في الوسط الإدماني بالصاروخ، هذا الاسم المتعارف عليه في الوسط الإدماني. في هذا الصدد حجزت وحدة الدرك الوطني أكثر من 6 ملايين كبسولة بريغابالين تحتوي على المادة الفعالة هذه البريغابالين. هذه المادة الفعالة هذه هي أجنبية المنشأ، يعني ماهيش محلية المنشأ، يعني مش مصنوعة من طرف المخابر الشرعية تاعنا احنا، والله هذه جايتنا من برا، جايتنا من الخارج، المصدر تاعها الهند، تدخل من الحدود الجنوبية الشرقية بكميات مهولة، درجة التركيز تاعها توصل حتى 300 ميلي غرام، يسميوها كذلك في الوسط الإدماني بدوبل سينياتير، لها أثر يعني أثر فظيع يعني على الصحة، لها درجة إدمانية عالية، يعني اليوم ما تتناول البريغابالين اللي متسمى ليريكا سيروخ منها يعني بعده اللي ما يكفيش، من بعده يولي ما يكفيش، تسمى الادمان على هذه الماده يولي يطلب جرعات زائده يخليه وين يروح للكوكايين ويروح للهيروين ويروح المواد اكثر خطوره واكثر سميه من هذا على هذا الاساس. يعني شكرا سياده النقيب. نعم. يعطيك الصحه. شنو في الجلد نوايا السوري فنا قلان توسلي فلاس دي درات نوس نعث الغروز النخ باش وطوطين شاد كنوز قومي دم ولا غلا الدكتور موسى بودهان اي سندوال نس مثلت ان القانون قلان هثين دريت مرث النخي وحظي في ثروان تمرس الخصوص لا من نتزاير غام عدد غميد تقطعيث من الحواج لأنه يسيد تدي القانون الجزائي باش يستدرك الهفوات والثغرات إلا أن دي القانون أقديم القانون 2004 04-18. نحب صغد غل إعفاء الأحداث من متابعة القضائية، ولكن إعفاء عنده شروطه، بالزمة أنا هنعالج وروح نغلمي الصحة وروح نغلمي مراكز علاج إلى آخره.
اما الاذاني لان ديمقران يعني ليش قل من 18 سنه يعني فلسطين طبق القانون ولكن ايضا غنرعى غرسن ما الا خض عني من سن العلاج وكذا الله يبارك مولاش هذا لان محل متابعه قضائيه ما لان عصابه ومجموعه اجراميه وكذا ترواج وتسبب من عدم استقرار المرض يعني نجمها نعاقب حتى سن المؤبد يعني السجن الى مدى الحياه 30 سنة ونطلع حتى المؤبد ولكن لا تدرج دي العقوبات وليش يامين مباشرة نطلع على 30 نغرو على لا لا تدرج أنا أكمل النقطة الخامسة ربما القانونات دي ثقت عليه الآليات الحماية حماية المبلغين مثلا حماية الصيادلة تغوصة ثيثة سمحي دكتور يعني تغوصة يعني يعني غرص الفيت تمقرانت يعني ثيثة أحمان مبلغين يعني طبعاً تشتيان غل نظر مثلا المنكر يصر زهسن مرة أمينكم منكرون أخذ صحيلي مبلغين يعني احتفى قانون جديد يعني أحماهم نعم نعم يسيد القانون يسيد ديستقطيع الحوايج التجديد كذلك استحداث مثلا بنك معلومات مركزي وبنوك معلومات محلية استحداث فهرس إلكتروني يلزم هذه تحت تصرف من الدرك الوطني الشرطة الجمارك وزارة الصحة ولا المعنيين بالأمر المعنيين بصفة عامة المعنيين بارك الله فيك المعنيين نعم والقضاء باش نتدوش القضاء الأقطاب القضائية الجهات القضائية المختصة لازم عادلين غرس تحت تصرف الناس الشيايا خاصة وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وغيرهم إلا ذيلي أن نوفر كذلك ذي المستشفيات مراكز للعلاج لا يعني مراكز لا يجب أن نعزز كذلك لا نولي يكون الكفونشة إلا مثلا على مستوى المنظمات والجمعيات لأن تمن للمجتمع المدني غرس المركز وطني إيش تبرك على مستوى بوشاوي ولكن شي نقص هذه لين تقطعي في المراكز على مستوى على الأقل جهات الوطن سيدي مون نجي مشان نقضي الولاية فنقع على الأقل ذي الجهات يعني المراكز الجهوية إلا كذلك الكبد النيغ باش تدير الامور في الشفافيه من خلال الرقمنه من خلال كذا وكل شيء لي باطار واضح خاصه مقران المورث اسوين المورث دائما يتركز في الشفافيه يتركز في الرقمنه يتركز في كل حد ذي والحق النس في اطار القانون وفي اطار متطلبات المجتمع الجزائري الشيء باختصار شديد اميني في الحقيقه والكفوتش القوانين وحسن صح نقل القانون دي سقطيت الابهانت الهانت وحلال ولكن لازم التجند الجميع الجيش الوطني الشعبي يوميا انت يحجز القناطير المقنطرة وطبعا ليش الجيش الوطني وليش احس يس الدرك الوطني يس الجمارك يس الشرطه يس كل دكتور مره اخرى زعما قلت لك راشد مولا لا راشد مولا انا راني برتسي الامام النخ ربي يعيشك صلوح حمزه الامام النخ يعني الثلاثي في القانون اميرا دورنا الجامع ذي تمثال نحظي سي قنز قميص نعم الحمد لله المساجد يعني الجوامع قرنشني الجوامع يعني راهي تنشط وراهي تتحرك وراهي تنصح ودير والحمد لله أن الوزارة الشؤون الدينية والأوقاف غرس لقفلت لها الجمعات هدوز الأئمة هراس الأئمة باللي حملة وطنية خطب وطنية على في الموضوعين موضوع مكافحة المخدرات وآفة المخدرات بكل أنواعها يعني الحمد لله الأئمة راهن سواء مجهودات جبارة يعني حتى الأئمة يعني كان لا نثني الأئمة بعض الأئمة ينسي المساجد خرجوا من المساجد وروح نخل الشوارع وروح نخلب وروح نخل بؤرة اللي راها قلا زطلن وتوني تعاطان المخدرات ومصحنيهن والحمد لله كاين إقبال كبير يعني كاين نتائج يعني هود نتائج مثمرة شني خطرت مرة ذي باب الواد يعني باب الواد يعني مساجد أئمة سواء محاضرة ذي الحراش ذي الأربعاء ذي كاليتوس على مستوى الأحياء الشعبية لديس المخدرات وهي بؤرة المخدرات يعني مع كل احترامتنا لكل المدن الجزائرية يعني رين المسألين الأئمة والحمد لله ميرا نسقوما يوير خير الله غلت مواجم لنا تمورث النخ ولاش انت ما قلنا التفتيت يعني سلكسي قلنسقوما نعم قلنا يزمان معاون ذيس جملة وان يعني انحظى ثروة النخ ما قلت والقف شاء إميرا يزمر يشتذي توالقف ذي أي مكنقر الوقت
أقطعيثني غير تمعوانا ذي درات تمسلت همامتايجة ضرميان الإمامات المسنو القوانين حتى لابوليس سيث من سنها هنين ذي غير جملة مشني نغمة سنها نية في الجات نوين سوى البلاتفورم ومي أقلان هاكو ويا هتفار بذيس أغنوي دمولا المرة ثيشت ننسى بيها رح ننسى غرون يا قلنا ترى عن وتفار ذي نخذي قلت مرحبا إلى ويت ذا الفيلم ضمزان ذا يعني سنعثد يعني ما مش يزمر لا دروغ أنا تزمر لا دروغ تصوض بونا ذم غل نزقى ذي مقرانا وسلئرات الناس يعني سوح من الناس ثم الدور يعني ذوحا ذي وحاضيني ما نساسي قنزقوا ما يزمر أذير يزيسو معاون الجملة غيرا الزهد وغانسي غوالي نجي والنخ مرحبا وسعيف نخ الخير بطبق لان يطفران خدي ميراذي هذويلت النخوة ذي نس الدكتور استويلنا التليفون مرحبا يسيا الخير الله يسمك الزهراء مرحبا الثاني سيني جيونا النم يعني خطراش نمجمال ذي ثيش تفثيش تنتم سالتك لان إلى قديما نولها غرس وانو ثلاث لاس خطر ثعر مليح فوج من النغ في الغرز النغ يعني يعطيكم الصحة ثاني في ثم سالتك لان نو ثلاث لاس أركي دوم الله الخير في الشو أنسيغ أولي الإمام مصلوح حمزة أني ترى هذه الفيلماي جملة نغيرن الفاميل ثس الخصوص للمالي يعني يلزم هذه اللي غرسن ثم سولتا مقرانت باش حضن ثروانسن لغت زرت الفيلم أموي لقامة في البداية الفيلم أنه السيد غرس لغرس المشاكل باش تعرف باللي المتا شخفنت في الاول باللي ودن دا غير ولا يرقوا سين مشاكل انت دارت الناس الوالدين اي مشاكل اتلق متى يروح يتزل ما خير ولسين مشاكل تلقى يتعاطى الحبوب يتعاطى المخدرات معناها او الفيلم ما زرب لي ومن بعد يولا دا غير حبوت الاولى اي ولا مدمن او ولا يتطلب دائما حبوت سنت ثلاثه ولا ولا يتوي خمسة عشرة تحب هذه قاس غير ما خير ولسي المشاكل المسؤوليه كامل رانا مسؤولين امام هؤلاء الشباب كامل المساجد المدارس التربويه الاعلام الشرطه كلكم راع وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكرا فليغيره يعني الانسان لازم غدا غيزر غوصه منكر يزرى وطني تعاطى الحبوب اما ان ينصح والمشكل احنا ايضا قلنا لو غدا نغوت نغرسيها الدارث
الوالدين ده غرس موتن غرس موتن وسو قارنسن يويرقوا بريدين مخدرات ولا متعاطي للحبوب وكذا أي خلاص يحتويه يحضنه كلمة طيبة أي الزليس خل المستشفيات هلا الحمد لله إحنا دي الجزائر ذي همورث النخ لنت المستشفيات خاصة لعلاج هذه الفئة يعني الحمد لله هذا شيء جميل في الجزائر يعني الوالدين ثاني لازم موش الغلظة ما تقارن دائما ربي سبحانه يقول ما تقارن ربي يقارن النبي عليه الصلاة وما أدرك من الرسول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لق الشبابي كل لازم كل رانا مسؤولين عليهم ولازم كل ان ننزل ان نروح شنو نروح غرسن مشينا هني دسن غرسن هني خلاص هني لقى هند قبريد بريد التعاطي المخدرات وقريب انا هني راك قال شنو هني نغرقن هند غرقن لازم شنو هني شنو هني ننسلك هني ننسلك سي الغرقاي نعطيك صحه يعني لازم كل رانا مسؤولين نعم كابيتان عرب عرب مصطفى يعني السؤال المتبادر للذهن وكل العائلات يعني تحب تعرف كيفاش نعرف المدمن يعني شاب في وسط العائلة مدمن المخدرات وكيفاش نعاونوه يعني باش ما يروحش بعيد. قبل أن أجيب على السؤال هذا أنا بودي أن أعطي عنوان لهذا الفيديو المصور هي أحسن عنوان هو لا تحاول أن تجرب المخدرات والمؤثرات العقلية لأنها ستأخذ منك مالك تأخذ منك صحتك تأخذ منك كرامتك تأخذ منك حياتك الاجتماعية تأخذ منك كل ما هو ثمين يعني حقيقة المخدرات المؤثرات العقلية هي أم الخبائث يعني مفتاح لكل الشرور هذه بالنسبة للفيديو المصور بالنسبة للسؤال الثاني يعني حقيقة يعني العائلة هي خط الدفاع الأول وهي المسؤولة الأولى يعني بصفتها هي اللي في احتكاك مباشر مع الفرد يعني الشاب هذا يعني أي تغير في السلوكات سواء يعني بالسلب أو بالإيجاب لازم تكون كما نقولوا احنا العائلة هذه مسوسة من التصرفات هذه لأن المخدرات والمؤثرات العقلية فيها المزاجية تعمل على المزاجية يعني تجعلك توصلك إلى يعني إلى درجة سعادة وفرح وذاك ولكن احيانا لكن النتيجه السلبيه وين تكون انه لما تكون هذه المؤثرات والمخدرات العقليه لا تكفي لان توصلك الى النشوه يعني تولي لهنا في حاله الادمان هذا اللي يسمى الادمان لانه فرق ما بين التعاطي والادمان التعاطي انسان كيما نقولوا حنايا غوستو قال مثلا في يوم من الايام خرج مع اصحابه تناول مخدر من المخدرات هذه تسمى تعاطي او استهلاك وتمر مرور الكرام لكن الادمان وهو الخطر الاكبر انه الانسان تولي عنده تبعيه قهريه نفسية وجسدية لهذه المخدرات والمؤثرات العقلية وهذا اللي نوهت ليه أنا في الدراسات العلمية اللي أجراها المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام سواء حول المخدرات الصلبة نعطيهم مثال منها اللي هي الإكستازي أو ما يسمى في الوسط الإدماني بالحلوى أو بالنسبة للكيف المعالج اللي يسمى بالزطلة بالنسبة للمادة الفعالة ياسين اللي رفعت فيه حتى 20% يعني بيكون فيها نخليه الشباب تاع الجزائر هذا يدمن على المخدرات ويصبح مدمن على الكيف ويصبح مدمن أكثر فأكثر نرفع له المادة هذه يعني بتولي بمجرد التجربة الأولى يعني يقدر أذي والف يعني تولي كاين درجة إدمان عالية ويكون فيه ضرر على الصحة العمومية يعني إحنا نطلب من الوالدين يتولوا يعني الأولاد في الحاجة هذه كذلك بالنسبة للإكستازي أو يسمى بالحلوى دراسة علمية كذلك أجريت على 70% على 63% من المحجوزات من القرص من الأقراص تاع الإكستازي خلال سنة 2022 درنا عليها دراسة علمية أثبتت أن تركيز المادة الفعالة فيها اللي تسمى الامديامة أكثر من 120 ميلي جرام يعني حقيقة هي مدمرة للعقل مدمرة للعقل مدمرة للصحة مدمرة للنفس البشرية نعود ونقول لك نقيب يعطيك الصحة وثلاثة في نزقامي جملة قلن يزمر يعني أجربة مزوارو وأذي وذي والذي ندمث تم قرانت ذي صروحي بناذم كل ثغبسة دكتور موسى بودهان بلا شكل قانون ثاني وثلاثة في مسال تاييث درات يعني العائلة الخصوص يعني نمعاون جملة باش نحاضسي ونزقامي
ما في شك الهمايا مقران نزقو ما الا ان يخص المجتمع ككل اللي يخص الافراد اللي يخص المستهلك اللي المروج فقط يخص الامن والاستقرار المورد هذا غادي يكثر من الجرائم بالمناسبه ولا استهلاك المخدرات الامام الا يناد باللي وين يستسن يستهلك المخدرات وكذا غادي ينجم هذه كل شيء كل الجرائم كل الجرائم الا نعطيه نصور حد نتصورها نجم عندي اذا غادي يروح على زعزعه امن واستقرار المجتمع وذين شيء لازم نجند جميعا القوانين قرغه من غامي يديروا تجيم شركه قوانين وحسب الكم ونفعنش ما الا ولاش نتجند الجميع الجيش الوطني الشعبي وهاتني تقل الدارك الشرطه هاني تقل الجمارك هاني تقل ادوار نسن وكل يوم كل يوم ترعى متى حجزن ومتى غير نجار جار سوء مع الشديد وين نغني رسمه نغيد في الحدود نغد في غرب وين نمشي نتحرى بسيا وانت انت استغرق نغيد سيا الهموم نس المشاكل نس المخدرات نس ولكن غادي التجنيد كي كني غادي نكمل غبرك الإخوان وثلايند في المؤسسات الدولة وثلايند في الآليات القانونية داخل المورث وكذلك حتى هذه برا المورث أذكمل غادي المساجد الحمد لله وزارة شؤون الدينية والأوقاف جينا سن ملمية سن الجمعة لا 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 نعم ثلاث جمعات متتالية يوم الخميس سمحني يوم نعم. الخميس حطر غادي يوم الخميس 11 ماي قعدان دي دار الإمام دي المحمدية ويند الأئمة ويند المختصين الشرط نعم ويند خاصة سن نغيد نقدمن سن الإمامين قدمن تجربة سن إذن المدمنين ومكشان الحقن غير نتائج مبهرة حد يسلك 30 حد يسلك أكثر حد يسلك أقل أنجم غادي نتلاغ في الإمامة غير اسمنس دكتور حسن حسي المخرجة ثيقرية وطبيب قال لنا هذه نوسعف نخل خير بطبة ذي تليفون الخير بلا شك كانت شنيتو ثلاي جملة في مسالت حاضي يقلان يعني نزمره هني دنوعة زهم وغايفات الحال لأن قلاني في هذه السنة الحال يعني زمسنا ذوي ستيلتا الزهراء نشني ماذا من تثلي في الأدروق المخذرة سلموا عن الناس إلى قرغ الباب الميت يعني وقلان ذا مهتم يتوع ناس تزمرثنا وقلان يسس نغيطة المخذرة طي خطر ماشي تغوسة سهل باش غن السن إلى قطبيبة مختص ذي قحلي شي هما هذي ليني نغس التويل تليفون الدكتور سليم بادي انت ذا مختص ذي المرض نولي ذا نفسي ذي المرض العقلية النفسية هذي ليني نغس التويل تليفون الزول دكتور الزول في الله كما الخير الزول في الله وانا جميعين الزول الحضور الكريم تحياتي لك وتحية الكامل للحضور تاعك الكرام مرحبا يسيك ياشك ثاني دكتور دكتور أسان خير الموضوع يعني أني خمسال تغرس القيمة تام قرانت نبغى نولى غرس ديما ودنو ثلاي في اللاز دكتور انتثعنا لدروق نخص ديما ما كتلان تثلاني نيجيون ذي البلاطو قرن الإدمان نخص أن نفهم متى الإدمان أي متى ذا عقارية قلان يتجب ناذم أذي والف لدروقي هل يعني صرهتي نخص الكيفي يعني نخص أن نفهم متى المعنى النصف تزمر ثم بناذم يعطيك الصحة هما الخير يقول زوارو برك أنا نخشان سير يعني التعريف بسيط الإدمان ما هو الإدمان الإدمان التعريف يعني البسيط السهل يقارك للحالة النفسية نير سلوكية ماني يقول نادمة تلاقتي تحواس في المادة المخدرة ودي زميرها بشكل في خطأ مهما كلفوا يعني هذا الإدمان هذا كتعريف موجز إدمان والإدمان حتى ما هوش حتى في المواد المخدرة ماشي كان دي المواد المخدرة لن تقطعي أنواع الإدمان وشنية للمنتشر عن الخير له يعني ولا السالس خير له هو الإدمان على المخدرات على الكحول على المؤثرات العقلية متى تيادها أنتي بس حلات الأدواع إدمان أخرى إدمان على الأفلام إدمان على الألعاب الإلكترونية كما ما كان سلوك في البوبجي الفري فاير وما شابه الإدمان على السهرات وما إلى ذلك يعني هذا دكتور ماذا مشني تثلاي يعني في المخدراتين بغا انني نفهم ما كي تيري المراحل يعني ما كي دي بذا ويش تسل غل نغس عقاري نغس لا دروغاي نغس الكاشي ما مامك يتيري المراحل باش غادي يولف ويعدا غل المرحله الادمان بصح ما كيدي شيخ ام دو كل نفسي في الاخر في جهاز الدرك الوطني الادمان تعديشه يتعدى اولا في مراحل التجربه اتلاق الشاب اني رمضان اني اي واحد
أتلقت أول ما يسيت في التجربة وكأن أديس مثلا وابن دوكلز دي مدرسة نغذي الشيام نغذي القراءة دي برا أشيلي أخذ تسييث أخذ تقلف في مرحلة التجربة ما كقارناش وبعد دس مرحلة التعاطي المقصود التعاطي المقصود ما كنقارنشني أي ولا أنت تحوس في المادة دي المخدرة قادر يروح يدي دراهم يشر الصور في صغل بابا سيروح يحوس في الله ومن بعد دس المرحلة الثالثة والمرحلة الخاطرة ماني مرحلة الإدمان هذه ولا أنت مربوط في المادة دي بشكل ما كقامش ما يقدرش ويتقدرش طوطو لا يستغنى في الناس ويقدرش ويقدر حتى يتظهر عليه أدبان في الناس ترى السلوكات مع عدوانية حتى أعراض جسدية من الأرق الاكتئاب صعوبة النوم التركيز تشتت الانتباه يعني في المرحلة الأخيرة وكان مرحلة في المرحلة تنقاروث ما كقامش تنقاروث طول قرنا في مرحلة الاحتراق النسي ماني الإنسان يقدر حتى يأذى روح الناس ممكن أن يؤثر روح الناس وممكن حتى ينتحر يعني هذه هما المراحل نتاع المراحل اللي تستهلك في الإدمان تقريبا. عندنا مولاي الثاني دكتور بادي سليم ديما ماذا من تثلة صغوصي يعني متى يعقرنا قلان توسنا ونجم نظرنا مليح قالين بنادم نغثان وسيث النس نغ حتى الجوارح النس نغ ما يقارن الأعضاء نبنادم يعني متى يعقرنا يي متى قلان تبان مليح ويرند يعني ذي جال الغروز يعني نشني باش نقص الإحصائيات ونقل الأعقار اللي انتشر خاصة بفئة الشباب والمراهقين في السنوات تنقوريها ملعومة تنقورا تم تنتشر الشباب عقار البريقابالين خاصة والإكستازي البريقابالين لما تتلغى ناس ذي برا قرنا الشاروخ الشاروخ يكون في علمك هي أنت مادة عبارة عن دواء الدواء أول ما اكتشفني في 2005 للولايات المتحدة أسمى كيديري كمعلومة يريد على جال عند غرس من قام شيء الوصفة المرضى الصرع سغاني في مريض من المصابين بالسكري وعندهم أعراض عصبية هكذا يا أمراض الأعصاب خاصة وهو مشكل الآلام لكن جني ذي شباب وتعاطي وقد تجربة وتعاطي خلات جني هند بشد نحن نحاول بقام شيء نتشن لأغراض أخرى سوينيا تقريبا الليريكا هي المنتشرة بزاف كان مخدرات أخرى كما الهيروين اللي معروفة بالتشوتشنا أو السي بي تاكس لا ما تقارنش الكوكايين القنب الهندي هو يقول لك قراش باللي أول ما يبدأ الشاب تقريبا يبدأ مع القنب الهندي وتطور هذا يعطيك الصحة دكتور سليم بادي ما سمح في يعني ماذا مش كذا مسنا وذا طبيب ذا نفسي ذا العقل أسقسي روزي خان استفاد زيك العوايل الخصوص ونشني كل المالي غير نختار ونخ روزي أخ نصحت يعني زهما غاد الحق الغروزة غنذري مزانا غير ونحيوم وهي طبيبا ما مكنتشني ذا المالي نزمر يعني أنحاضة ثار ونخ صحيح والسؤال يلها مليحه وتما يعطيك الصحه تفضل باش الزاف غادي نحكي يعني بالمراكز انت في علاج المراكز معالجه الادمان والمخدرات شني دي الجزائر مثلا دي الجزائر 45 مركز دي التراب الوطني لي سونتر انترميديير دو سوا اون ابيكتولوجي ولا خمس مستشفيات يعني مستشفيات كبيره ماني مقارنه هو مستشفى البليده يعني جوانفي ولا فرونسانو جوانفي قبل زهو غادي يخلطوا الشاب الاخرين المراحل الاستشفاء الا ظهر ضم قران الاسره خاصه في الوالدين على بال مجرد شكل نمي المراقبه المستمره والدائمه للسلوكيات الطفل عند الشاب خاصه في مرحله المراهقه 12 14 16 سنه خاصه في مرحله المتوسط نهايه المتوسط بدايه الثانوي ذي يزمر الوالدين أذرع عنك قامش نشرى الجوانب همان تصرفات من التلميذ يعني الحرص ديني التصرفات ديني النفس ممكن قدرت توجهنا اسمه في مراحل مبتدئة باللي أهيو يدي جهة يبدأ يدقناها وكل ما ندخيل لمرحلة متقدمة كل ما يكون تكون نتيجة مليحة نكونوا في مرحلة التجربة مالت شفان يعني تشين شخص في المراحل دي الأربع مرحلة التجربة كل ما تدخل في مرحلة متقدمة
مجرد تغيير سلوكيات الطفل من زريف باللي تبديل يتافد روطار كيف عدواني للشيخ فنس يطرن الشيخ لي باباس غير سنين ماني ثلاثة سنين واش دخلكم كذا كذا مجرد العنفوان في السلوك ذيني يعطينا خبر ولا يعطينا كما نقولوا حنايا معلومة أن الطفل غير سلوكيات التعاطي المخدرة. يعطيك صحة دكتور. يعني لا نرزيتي لتي تيران نخذيث باش سفاذ خير الله الزيخ سيد مسلتيس الخصوص مامي نزمر أنسلك وقل لن يطاذي لدروق الزهوة يطاذي نوزكو ما يغنذي المشكلة يث. نعم على بالي نجيون ديني دي الحصة نشاخن دي الموضوع مليح. المسؤولية يعني مشتركة ماشي زعما الطبيب برك منيغ الإمام منيغ المصالح الأمنية منيغ المؤسسات يعني التحسيسية والجمعيات. أفت المخدرات ما كنقدرش تاسم تغرمخ يعني شباب سبحان الله 16 17 سنة في حالة استهلاك رهيب رهيب خاصة عقار ليريكا القنب الهندي بصورة رهيبة يقدر حتى الشاب يدخل في اضطرابات عقلية يعني حالة احنا قبل ما نلحقوا المرحلة هذه مرحلة الوقاية والتحسيس هي أهم مرحلة يعني أنت في المرحلة أنت أساسية في النوع الحقل ويدخلوا فيها جميع الأطراف ماشي زعما الطبيب فقط ولا الإمام ولا كل معنى يعني. دكتور دقوال نيشان قارو برك يعني المراكز زينونا قلان تبع مديسن الحالة نيا قلان ذي موالفن تسنو تن لادروغ يعني ما رزمني الغروزة قلان خصنا الذواني ما ننسن نيغ يعني كم تقي من حملات تود انت ثيمي ريقين نيغ نتائج قلان وتسن دغرون موضان انت المراكز هما الخير مفتوحة للجميع على كل حال العناوين تاعها معروفة كل ولاية تقريب كل ولاية غرس مركز النساء ما تسن دغرنط لن يلن تسن على كل حال ولن يلن سكسين ما قامش تسن تسن معلومات سواء عن طريق الاخر وسائل التواصل الاجتماعي ولا عن طريق حملات هكذا تحسيسية في المدارس ولا في المساجد كاين اللي يوجهوهم ولن يلن تسن دو حل ثانية بعد وهنا يا الخير وما الخير ما سامحتي برك ربما الوقت ننقل الى رمضان سامحتي في الله غاو سابك الخير مهمه جدا دي معالجه المدمنين شنو تقول زوار الحاجه الاساسيه لما كيبقاش نركز في الناس اللي قال اللي غرس الاراده لا فولونتي لا موتيفاسيون على بالك غير نوجد نفسيا ويوجد نفسيا وباللي الميليو لن يثيث ماهوش مليح وتتساءل شخطوره ما يبنيش حياته اول حاجه ضروريه لازم غادي لي غير الموتيفاسيون لازم غير فولونتي باش هذه يحبس تيلت دكتور يعطيك الصحه دكتور ثاني مرتم قران في التخصص ولا نش يعطيك الصحة دكتور سليم بادي اسمك ثيخ شكذا طبيب ذي مختص ذي المرضات النفسية ذي العقل ثلاثي ثيرا نخ قثنا تفاصلين من قيد ذي تفاصلين إن شاء الله الخير إن شاء الله ربي يسهل ان شاء الله يعطيك الصحه الخير يعطيك الصحه دكتور طبيب يعني ثغوسا قلنا سنثاخ ما كيدو سلام في الناس كل موت جدرمي الشيخ والقانون يعني نقدر نصنف المرضى سي ام الخبائث ما قارن خطر ينجم ماذا ما يضر لي بنادم العقل سيضر غوسي وين كل نستمد اذا الدكتور سنصايح نكملي ثيرا نون سنصايح نبدا الدكتور موسى بودهان نصايح انك سيثما ان القانون خصوصا مساله يعني الغروزات حسن التذوان صح توفرة يعني وتفضح شيء السن ما يكن قال نعم أتأكد باللي نشين توثلايف أم المخاطر مش غير أم الخبائث فقط أنت قد دفعنا غل كل المنكرات والجرائم والجرائم وإلى آخره أدغن نتفق باللي صح نشين توثلايف الهمدة مقران يتمور في المواطنين الصحة كذا 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 إلى آخره خطر بالمناسبة المخدرات والمؤثرات العقلية تعريف الإنسان ببساطة عرفني الاتفاقيات الدولية عرفني القوانين نهنتين في الحق مجموعة تقطعية المواد تقطعية الأنواع المخدرات اللي لان تسبب الإدمان توصل الإدمان وتسمى من الجهاز العصبي وتودار العقل
وباب نساء دي روحها للعقل لا تشتم سنة نصايحة دكتور المهم نشي النصايحة يلزمنا أن نقفوز قفوز يفسن كلها نقل مع بعض باش نحارب الهمية يعني نقل على الأقل نقل الزعل مكش نقل نقل نس الوقاية والوقاية كيس قارن درهم وقاية خير من قنطار باش تروح يشغل الحبس باش تنتعس هذه الحساس يلزم الضفر الجهود للسادة الأئمة إلى عندي المساجد ونقل قدت قن دور ذم قران الوسائل الإعلام ولكن قبل ييني لازم هذا الدائرة العائل الأسرة يعطيك صحة دكتور والمجتمع المدني تشوننا ثلاثة لا وسائل الإعلام طبعا يعطيك صحة دكتور والدرك والشرطة والإمام والجيش يعطيك صحة دكتور الإمام نخ صلوا حمزان صيح النخ بلا شكل وقت قليل زربان نخ ما كيدينا الدكتور باللي شنو كل مسؤول في فئه الشباب قلوين وين ولا نتعاطى المخدرات الحبوب اول حاجه هي الاسره لازم الوالدين راقبنا رانسن ماشي معناها حصر التربيه غير الصغه لبست واحد السجدين لا تراقبت من كل الجوانب الاخلاق ما كيدينا طبيب ثاني طبيب اللي التربيه الناس ايضا لازم ايضا لازم ما كيشني قر المبتلين هذو بالمخدرات مرضى مش يحتاجون الى علاج يحتاجون الى رعايه الحنانث نحل المشاكل بالتفاهم باللطف بالرحمه بكذا وايضا لازم الائمه لازم يقيمش هذا يقيم حشري الجوامع لازم دارين خل الشوارع دارين خل الشباب يخاطبوا الامم لاقلو يتعاطى المخدرات ما يقاش يزطر ويتسخ الجامع مستحيل يدخل الجامع ما لازم شني نروح غرسن ما يقاش اسمح سمح في امام النخ شني حتى تربيه النخ ثروه نخ كل ديما دي غرسن ناحيه الدين ديني نربي وذن لنت الأمور يدقنه تزني وغيل ما ينقار يعني نعم. فوق اليد كان اللي يطيح في المشكلة هذا يعني فوق اليد لازمه نعم والله غادي يسن الخير نوخ شامة مرض تاع الدخامة وذن الشباب ما حتى تزغل الجوامع صح الشيخ بارك الله فيك الشيخ عجبة قرأت منك تحلى معنى هذي سن الشباب دي سن الخير معش كذا مزان يعني ذا الغوز ما تبغان عمي ما تبغان بغان نسوى كل فوس وفوس وهني نجبس النكس الغرق تاي وأيضا لازمها نحب الحب الاحترام الكلمة الطيبة النصيحة التوجيه ولازم الإعلام نكثر من هذه الحملات التحسيسية من سواء الإعلام المدارس المدارس التربوية خاصة المدارس التربوية لازم أيضا الأساتذة والمدراء سواء التنسيقين الأئمة والمختصين في الاجتماع الدكاترة كذا وسواء جملة تحسيسية مع الدرك وكذا أن ما كل يعني أنا ما كان قار كل هنشني ذيس يعني قادر ما كان نخلي العقل يذين ثاني تخطي راسي شنو يقول غنخ المجتمع هذيك تختي راسي لا الامر دقه ناقوس الخطر لازم كل ان معاون يعطيك صحة امام حمزه صلوح في التفاصيله يعني في النصايح هاي جمله واش كذا الغرز يعني بلا شك قربت غل الغروز يعني الدكتور هثاين حتى انت ذي الدويث يقرب غل الغروز يعني تملى قايث يا رنسن كل واحد سي الجهه الناس الكابيتان عرب مصطفى يعني احنا رانا نمدوا في النصائح ولكن نصائح نتمنى يعني يعني تلحق للمواليها ان شاء الله هذه لين يا قلان تقال ذين خيمي راسكي الى الغروز بالك شي انا ما كنقار تلحقوا ثلاثه يغرسن غلوه اللي نسن وذ سليني وول النون ان شاء الله باش ذولان غلو بري تفضل كابيتان نعم انا نصيحه للشباب يعني الوقايه خير من العلاج هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه الهدف تاع الشبكات الاجراميه هو هدف ربحي 100% يعني لازم الشباب يقتنع بالحاجه هذه مش راح تهمه الصحه تاعو وراهو في الخساره بارك الله فيك تسمى الشباب تاعنا ما دام راه يستهلك المخدرات راهو في خساره وانا من هذا المنبر يعني التوصيه يعني اللي نحب نوصلها يعني لازم يكون فيه تكافل وتضافر جميع الجهه سواء على الاسره على مستوى الاسره على مستوى الشارع على مستوى يعني المدرسه على مستوى الاطوار الدراسيه كما نقولوا هنا في الاطوار الدراسيه بكاملها على مستوى الجامعات على مستوى الاحياء في المسجد يعني في جميع المؤسسات التربيه والتربويه وماذا بنا يعني تفعيل دور المجتمع المدني يعني في الكارطيات الناس هكذا يتعاونوا النصيحة دين النصيحة يمدوا نصائح بالخير بالناس تبعد عن المخدرات لأن المخدرات في الوقت الحالي ما هيش المخدرات التقليدية المخدرات في الوقت الحالي هي مخدرات سلاح. تسبب حالة إدمانية كبيرة جدا وبدون منفعة يعني دوائية أو طبية يعني حتمية أنها تؤدي بك إلى التهلكة يعطيك صحة كابيتان روزيخ ثاني الترنيثة تكذث الغروس لخصوصا قلاني روزيا إذا وثمثلتنا السرية في التداوي يعني
هذا الأمر يعني لازم تأكدوا عليه الشباب اللي حابين يتوجهوا يعني للتداوي. نعم، هو الدرك الوطني راه عضو فاعل ضمن الاستراتيجية ضمن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها دائما يتكلم يعني على مراكز معالجة الإدمان، يعني الشباب يعني كي يتقدم للمعالجة يعني في مراكز الإدمان، هذه هي مراكز إدمان طبية تنظر إلى المدمن على أنه ضحية ومريض وتصل به إلى يعني باب النجاة وباب الخروج من ظاهرة الإدمان وظاهرة المخدرات. إن شاء الله يعطيك الصحة كابيتان عرب مصطفى، اسمك ثيق شكسي ثم ضبرث لابوليس الشرطة القضائية ذي ثم ضبرث علي نيجا دارميا يعني قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني. نعم. شكرا على تلبية الدعوة. يعطيك الصحة إمام النخ حمزة صلوع اللي ثيرا نخفض فصله ايضا صيحه جمله. دكتور ثاني موسى بودهان يقيم اولا كروث يمثل الخير سي ثماني سالن غنس غامسه الاعلام ثاني غير الدوره مقران ونشريها شنيا ذوك النار زرات خمسه تيم وضعوا لي الشغل سن الوقت ذوك سكواس دي حديد لازمايلي ديما كل وقت ثيلي ود نعاود ثلاث ود نعاود الحصص ود نعاود تدويلين ديما ان والله غلو على مقران المخدرات خاطر ود دور ثاني الدور ثاني خاطر نشني بالك نقدر نجمل على الاقل ممثلين سك حش مخالفنا موسى يعني نجم يعطيك الصحه الخير يعطيكم الصحه جمله. نسله هي ياكل ونسليشا غلشات نيا قلان توقف نسون زقومه ميث لا دروغ تسعيف سنخ هندا شرفي ثوير غل السنتراي نوذاوي مبوشاوي دكتور تهيا در روبورتاجاي يعني تقران تو ثلاث نخ في ثمسالتك وين جات صغلمي شاتاق لان السمديس هو ثلاث نخ في ثغاو سييت وهذا ولت النخ مرحبا هتكمال قيمة ثيار النخ المعيشة هذيك ما فيهاش إيجابيات تاع عمارة دي فيها غير سلبيات أولتها تولي مربوطة بك تولي انت يا انسانه مقيده ما تقدريش ديري اي حاجه بلا بها المونك تاعو هذا ديجا شغل اي واحد يعمر يقول لك فيها بزاف اعراض عندك الحمى ظهرك يوجع كل واحد فاش طاح دوكا صديبون كيما انا عندي مشكل تاع قنب هندي تاع كانابيس ما عنديش كان مشكل تاع دروك دير كساسوا كوكا المعروفه باسم تشوتشنا ما بلي دروك دير كاش با بروبليم افيك راك شايفه وشنو كاينه حاجه شغل سا ديبون دون فاك تاعو ما كل واحد فاش يقدر يطيح ولي حبوا ربي تما غير ما يطيحش في المخدرات الصلبة خاطش مخدرات الصلبة نضمن لك بلي ما كاش تورن باك ما شفت عيني ما حكاوليش عندي ولاد حومتي ادمان دو 10 سنين زوج منهم ماتوا من الاسباب قصة دفن الغروز في العالم برخان من يفيني من انسن ذي الدوة ما ثعر نتاذ الدوة ما المخدرات وثروي السيس تمسالث إلا نسسهيلش أنا كان صاحبي تعاطى يا كنت قد معه دايما كانوا نصحوني قلت ما قد معه دايما جبني إليه شنو ندير واش ندير هادو صوالح بلا عقل طلعت من هذا لهذا من قرو الدخان للظلام الظلال حتى واحد اخرى وهي طالعه بديت بالدخان بيان سور بعدا صوتيت للظلام الظلام بعدا وليت نتكيف بزاف ولات ما دير لي والو صوتيت كاشيات الهيروين صوتيت ويا رايحه تقعد السلسله راك هي اللي تجبد فيك اهم المعاناه والله راكي تشوفي يماك تعاني معك اكبر حاجه اللي تقدر توجعك اختي انا اللي نعمر فيه راسي ويما راهي تسوفري معايا عباك تبدا كي نضرب راسك ما تلقاش اقسم لك بيل اكبر معاناه تقدر تفيق وتضرب نادم انا صافي انا ويدمي هذه اللي فيقتني كي شفت بلي يما انا شيخ الله يرحمه توفى شفت بلي يما ساكريفيت حياتها لا جالي باش نخرج انسان ناجح انا كي تعرفي ذي المركز النوذوي ذو عالج نوفا ونعدى نثلغ الوالدين الغروزايا إلان أذفا وروحا غل عالم المخدرات من يتملن أذعى وننثر ونسن باش نذحب سن لدروق نيغ المخدرات يبدأ التسمم هذا وصل للطفل تابني السمة كشغل تقريب السمة ريد اللي تشتت بالعائلة جايب الطفل تابني هذا جايبه البوشاوي على جل من على جل السونتر هذا للعلاج من الإدمان راه فيها صالة سبور فيها إنسان كما نقوله طبيب يعني ما شاء الله كنا نوقفوا معاه صح ما نعرفوش من الدور حتى هذا الخطرة وين بينوا لنا هذه الطريقة شدينا دوزيام سيونس سما الأخرى الأولى المقابلة مع الطبيب
هذا وين بدا؟ هذا وين راح يبدا سبور؟ ودوكا منا قالوا لنا تيزان، يعني كي احنا حفزونا كي قالوا لنا بلا دواوات. المركز زيت يلف لبس نيبري ذن وذوي ولاني تذوى ستيزانا ذو السبور هرني ذاس العلاجات النفسية اتقنن غروم وذانس الخصوص. 7757 شاب وشابة اللي راهي زارت المركز من كل قوط الوطني، ماشي مشيني كبار من العاصمة. كاين بروغرام هذا عجب لي جون. أول حاجة نقولوا ما كاش دوا. الو كي الشاب يجيك هنا ويعرف اللي ما كاش الدواء فيدير 70% كاينه معنويات حاب يداوي. اما اثلا وستيلي ثبرات الغروزايا يدفن العالم اللادروغ ايثما سن باش نذهب سن سيسم ايتتم. إلا وقت ذشهات الغروزة قلان يأتي والقفة نسوزكو معي لدروغ قلان تذوان ذي المركز البوشوي ذي العاصمة روبورتاج اسمك ثيق نتسعيف ثناخ هندا شرفي وماذا مهانتنا يا ديما ذوك سوري فينو لا ذو سنعث الغروز تروى النخ ماكن قار ستي والنخ قلان نتدري ثيارا سن باش تطون شاذ نسوزكو معي لدروغ ونحظة ثامور تزيز لان حتى سلمى ذن سيت من سنة هنا ينخد من ذي ثمسل تيغنك سوري فاي ذي درات نوايا نجي ونخ انتذويلت مرحبا الأستاذ النخ بن بختاق الدور أنا مرحبا يسك مرحبا يسون وشكرا كي تعطم السابشة أن نشاخي ذني قداشن ونشاخي ذي الغروز إن شاء الله. يعطيك صحة أستاذ بن بختاق الدور أمكي دني خنشني لان توثلي في لادروك أنو ثلي قبل خاطر الشك هشكايا خلطف وديما هشكايا إذن الغروز يقداشن معنا يين مطوص وسطاف غنيين الثانويات الغروزه كلا نعرم زيسن نتفن زقوم ذي القفل زقوم الى دروك خير الله ييت الخصوص ذي ما كنقال العمرين مراهقه لادوليسونس زاد ما غنروح للاسوري في السناي بالذون وسعد امتحانات البيام ذا الباك انت قرانو سقوسا مغر الدكتور الاستاذ النخ بن فختا قدور خاطر انت ذا سلماذ ذا مدرب أقلان يتساوى الدورات نكون نقدشن يوجد نسن غناه ينسن الفايت الامتحانات انتقرى نسقوص. تفضل أستاذ نخ في الشهود ثمسلتي نحاضي سيلا دروك قبل. بسم الله الرحمن الرحيم كنو نشكر في مزور ومكي تعرض مساء ذاي نش بري مزهير باش هذي غيدون باش هذا شخ في قداشن غري قداشن غير الاولياء ني قداشن على خاطرش الفئه انت قلنا فلاس تبنى الجزائر وفلاس يبنى المستقبل ما بدني هني نصلح غادي يصلح المستقبل ما الا هني نطورث نشين كاولياء وتنطورث مورث نشين بيان سير نتملى قايد سن نشغري حوالي 7 عوام تخدم غير سن ذي المجال الذاكره التدريب ذي المرافقه ذي الاختبارات النهائيه تملقي غير الحاله تمثيليه فري موند تشيفان و يعني منين ماشي المجرمين هنا الضحايا ضحايا قلي نغنشنين قلي الاولياء قلي المجتمع وقلي ان كيف نشا اذا تسارع الوقت يا يعني نغنشين ماشي من الاجيال قاعده نقلي هنا لقان تحديات خير الله ذي الحياه نسن لذلك راهن رول نقلي غير شيء باش تنفس فيما نسن باش تنفس فيما شك سي كسل ماذن ذي الدورة ثانية ممكن قرار باش ايسفاد وقداش سي ممكن قرار الذاكرة غنقم من الناس ذي ثغوصة يحلان بلا شك تخدم ثغوصة يتنو بالهنسن سي ونزقو ماي لادروك عن الافين لادروك بيان سير تشين مادام نخدم الذاكرة يعني نخدم فولي ذو مكثي ذا ريفيزيون نتركز مليح مليح باللازمة ذي اللي لازمة ذي اللي اون فورم لازمة ذي تشم مليح لازمة ذي تصم مليح لازمة ذي يسو مليح لازمة ذي تهلا تقول للناس اي حاجه انت ناكل القهوه ني غير الدخان نتنبه في لازم بلي لازم تكونسوماج خيرا نقرس زعما تسمى تحفظ لازم تتصم مليح وتتشم مليح اكسيتيرا وتبعد من صالتي اوتوماتيكمون ما الا نتشيني نتشين قرس ولا تقربوا
ولا تقرب ما الا نقرات نمشي ندخن يتكيف شي سما غوسه قلنا نكثر وتقرب من الشاطور. نعم باش تحضن فلي النون يعاد صحيح باش تقدر ما اذقران واذ عاشن واذ زهان واذ عاشن الدنيا تنسب كل مليح. يعطيك الصحه استاذ النخ. وماذا هانت شنو يا استاذ قسان اين استاذ الامتحانات تقران وسقواس جمله هانت شنو يعني نخدم في غوسه الموالي يقتاشن كم ويس المذن هانيه ما مختلف مسالتي قلان بلا شك مثل الام همه الامه هات تقطع العائله هرو زي ما مش اتعاون من ميسان ديليس باش اديوي نتائج حلال تشني نزرا خصوصي مساله الحفاظ وحفظنا شخير الله وتقامان. نعم ما غرنش المشكل ما لقيت نوفان وفي هذه المقررات الدراسيه قال لنا النظام التعليمي يعني على مستوى العالم موش غير غنشنين انه المقررات الدراسيه ما تفغ بنان بنان خطيف الكتيب التاريخ الجغرافيا الفلسفه الشعر كل الكتيب الوغ كو الدماغ البشري اللي قال لي غرس سني زقنان غرس ازقنا فوسي وزقنا شلقو ازقنا شلقو ما تيتحب يتحب الرقام يتحب الكلمات يتحب الابيض والاسود يتحب الخط يتحب المنطق بالصح أزقنا فوسي نغشق الأيمن رايت برايم تي تحبه يتحبه الألوان ذا المارح ذا الخيال ذي يقلن يتعلم يسن الدماغ ما غرش نغان نرقذي برا نغان نحوس نغان نصغ نغان نسوان شوان في الدنيا تي كل تشور ذا الألوان وتشور ذا الأصوات وتشور الأشكال والدماغ نغير في ذهن بسرعة أتغاد نسأل الخريطة أنا في خطية كراسي كتب 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 أطرن أتغاد يسأل يحفظ قداش من تسي طران دويخ الصفحة الثانية تفاصلها مزواروث الثالثة تفاصلها ويسن الرابعة تفاصلها ويستثلاثة وهكذا اي دوخ ثانيه اي دوخ علاش لخاطرش امويشت الى في طار نسي قنيت ويقصد يقري دون هي شي شنو طار غادي يتعب ديري ديسكاري غادي امين وقال لي نخدم سيزقن نولي نصبر نمشي ما تنخدم بطرق الذاكره ما تنتق عندنا وي الدروس نسرق نكتب 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 هنترجم الى غير تصاور ذا الرموز محببه وممتعه الدماغ باش يقدش ظهري زريادي هذه فرح اللي نسى يرزم بعدا الى قيس المرح وهذه قيس نخيل اللي يستخدم سني زقن نولي نس هذه ولا اقوى اي مريض ولا ذيق هذه قدر يحفظ اني غادي مكثه في وقت اقل وبمتع اكثر. وانت شنو ثايث حمويه قال انا هسنم اميرات قسناي لان قطعت سي قداشن بذان يعني تقن الاستدراك ممكن قار دروس خصوصيات كذا لان قال انا ولا شهر سوارد باش سوان يعني تفاتيه هنا الحل لان قال ذي المواد قال انا نقدر نضيس المواد يطنين يعني تبدا المعدلات حلان مكش انا زمرت شنو خام عمال مالي نعاون باش نستدرك ممكن قار زهم لحق الامتحانات. نعم هذه الفتره اللي قلنا فاتني اسم غسل الامتحانات نمشي غير نغسل الاستثمارات اللي قداش نغسل الاستثمار مزور ديما يقدر خير الله ما يقدر اثر نيتي تنقوى اكثر واكثر خلاص خطاش نقطه القوه النس وخلاص يغسل الامتحان باش هذه برهن فلاس وقلنا نقطه الضعف النس ونيتي نستثمر خير الله الجهد الوقت المال فقط نستطلع عقلي برك باش ويت كاساشا لخاطرش قد ما غنستثمر الوقت والجهد والمال دين غادي يطلع سي ضعيف جدا يا ربي غير ضعيف ني غير متوسط الوقت دين غنخسر نشين في الناس ديال المواد قال انت ضعيف ديسن انا نخسر المواد قال نقدر ديسن خير الله هذه ديال ديسن اكسيرو وفي دين نستطيع الى مستوى فقط المينيموم ني غير اليميناتوار نس باش بروميرمون اللي تضيعش الوقت الجهد المال ودوزيامون تطلع الثقه نس ديما الناس يعني تخوص ايها صعب قلي باش في قداش باش يعني تخدم نيس حتى المالي يعني قطعي تزيسن خدم باش تطلع المواد دينا قلان ويخدمش هذه يعني وقداش خير الله الا صبر الاراء يعني سامحه الا المواد قلان يضمن ذيسن المعدل خلاص يقارك لازم اميرا نخدم في المواد يطنين باش نستالي يلا صبر الاراء ديال الولايات المتحده كاينين في الاولياء اللي قداشن 77% جاوب المكشات جاوب الشم من الناس باللي غنق ليكور ني غنق الدعم ني غير المواد قال ضعيف ذي سن الطالبين لكن التعلم الجديد التعلم الجديد يا مبني على نقاط القوه قارنا سترينث بيزد education نغ التعلم قلنا يبنى على نقاط القوه وي مغر لخاطرش يتوافق القدرات الانسان شي ماشي كل كيف كيف ماشي كل نقدر ندير لي مات ماشي نقول نكون نقدر يتعرض ماشي نقول اذا ندعم قداش باش يطلع المورال وزيسه ما ديال المستقبل هذه خير ال 200 على حساب القوه النس بس لو كان راني انا نجتهد ونصر في صور ذا الوقت ذا الجهد ذا الاعصاب النس انت وتي نصر سي ضعيف جدا غير ضعيف ما تنربح ما نربح والو شغل استثمار يعني نصائح انك نعم نقاط القوه اكثر لازم تعرف خمسالتي ديال القرايه يعني دي الحياه النس من بعد ديال الحياه النس خطرش من بعد ما اللي خصها ينجح وشكون راه دي طبيب انه كل ذا لي زانجينيور كلش
كلش تمتع النقاط القوه نتا دينا غادي يروح ودينا غادي يجي البصمه نتا الدنيا فيا لو كان غادي يحاول يروح في بلاصه قال انت وليك دير شاديس غادي يسوفر وغادي يلي شخص عادي غادي يلعب عادي معناتها نصايح نحكي للموالي ذاين وهذا ذقلا نهني غنميز دعين ثروانسن غنقداش نتقلان واحد هذا يميزي منس أقدش واحد سقلي وليت في شيء منس لازم المرافقة الأولياء والأولياء ثاني والسين نشام مليح لازم المرافقة المختصين يعني المختصين قلنا غرس مجموعة اختبارات بسيطة هنقني وقدش يا ودير ودير قريزيطة ما طرع عن متى لأن نقاط القوة نقاط ضعف نس وسوش نمردين الكالوندري نغرزنا ما قلنا في متى غادي يخدم باش متى غادي قوة ومتى غادي يجي والمارك زايد الدورة يعني ما بي يزمر مواطن يسينشا مثلا يقود ويروح ويعنى باش يستفاد سيسن نعم يميرا كلش متوفر ذي التليفون غادي يقال روشيرش أي موضوع يقص أذياف مدارس خاصة ولا مراكز تدريبية ولا جمعيات ولا مدربين نيغ مكشس نقال لي كوتش نيغ وهذه قرية تواصل يسن وهذا يحجز موعد للاختبار نغلي التدريب باش هذه يحس على الأقل هذه السني مانس من إنفو السني مانس تيدين أول خطوة ويدين ذا سوري فمزور نيغ أقلغافيك باش يقدر يعيش الحياة قال لي النجاح السعادة يعني تقوس قال لي ثعرق لي كيما ميرات عدامي العالمية قطعت ندورات قال لي سويثيت ذايث رزيخة تسنعث ثمانك يعني تسفم في وذان يعني الخدمة النون يعني كيما بالذات اكزاكتو ميرا نتشني ما نسيد نقول الخبرين غنشين وتيت ابطال العالم في الذاكرة يعني ابطال العالم نولي نمشي بطولة العالم هذه العالم سيميث 1991 يعني غرس 31 العوام ديال الجزائر 2013 كنشارك اول مره كمتنافسين غير 10 العوام نمشي نبحث ونخدم وندرب غير مادا غنسيمره اذن قداش نبداو ديال 2017 غنصب على العوام خبره دي مرافقه قداش دي تدريب الذاكره والتحفيظ واستعمال التقنيات هي سامحي يا استاذ صافي كميه بذا مدربين غن متنافسين متنافسين نبدا بالمتنافسين ومن بعد حكام ومن بعد نمشي للمدربين منافسه ذي مزيز ندوني تهما بطولات الذاكره بنشاش نشاركها كمتنافس دي 2013 14 15 16 بطولات الذاكره ذي العالم كيقاردوني ذي الجزائر ولكن البطولات هي معتمده من بطولات العالم للذاكره ونتائج نفس اللانث وقال لي خصني على سير الانترنت باش يدير على البروفيل نامكش سقارن لبطوله العالم للذاكره سير فنون وعلى يلقى الاسم الدوله الاختبارات متى قام تسقس كل سقس متى نقاط تويذي كل اختبار باش هذه السنه تسمى الخلفيه النغمه نسيت توسا سين سيمي كن تعلم في دين ورقن فلان غنجرب غير في الجامعه ديال 2016 تخرج الجامعه تجي 20 العوم سيدي الكغ ومن بعد ولي غير لاباسخال لا باسخال ليسونس ال ام دي باسكو نشقري غزي سيستم كلاسيك يسيد سيستم ال ام دي وفوق راس كوس استعمل لي تكنيكايا قريغ في اريح تامه اذا لا جينيراسيون ماشي لا جينيراسيون لي موديل ماشينو القريف تجديد نشغل 20 العوام ورش لي غوسدي كلش لكن لي تكنيكايا عاوناني باش القريغ في اريحيه ويضل لا ليسونس تاعي باريحيه تامه هزريت يعني تخوسا قلنا تحلى خير الله يعني وطن دا غيستفاد زيس انت خطيشك وحدك في الجزائر لا انت خطيت نعم كاين بزاف نيت شخصيا نخدم غير دوك الاستاذ زهير سليماني من باتنا اسم بالسلام ان شاء الله من السياسيه الفضائيه نجي نالف ونصمم مجموعه برامج مخصصه باك بي ام لان البرامجيه طاني موجوده على السوق يسمى واش غادي يشرش سير انترنت اني غادي يقدر يضيف ماني باش هذه يحسن الاداء نس نولي نس دوم كثينس رزيخ انت ماذا مهاشك ذي اذناخ وذي ثمسالية لان كل يعني الوالدين او كل تحوس يعني باش تغوص قلن بانعين ثار وانخ نتحوس خير الله ذي الانترنت باش نفل مكين قال لي سجير المواضيع قلن بنخدم ما يلا ثيت غوصة حلا نقول تحليش يعني وتلحلي طغاب سايغ نتحلى نتحواس خير الله ذي لي سيت انترنت المواضيع ويثروا النخي قداشن اروح سوا الموضوع اروح سوا واي اروح سوا واي يعني تطرف اللسن ما يمكنشني ما كل غوصه غرس الحدود من الماكل لازم نتشد غنروا ويتصطني غنروا وكيف كيف من هكذا القرايت ما الا رانشي هذه الحدود العاديه عادي ما الا نواسيد ان سوجي نيغ الموضوع مقترح نيغ السن معليش ما الا انت اللي شارجد الحوليات اللي 857 صفحه وانا نسال روح قيت وي متعب وممل وغادي يخسر الجهد الوقت النس وسيطول المورال
اذا كل غوصه هذه الحدود معقوله. اميره هانتشنايا يعني وسنا ماكيد الناس الحداي بذاني قداش وسعدي امتحانات نجرب نسن بذاني ين الباك زفر سن سواس اصناط بذاني ين البيا ين الباك ورعات في مال 5 سن ين البيا 3 سن بلا شك ويث امتحان انه جرب نسن متى يزمر يعني وقداش يستفاد زيس ما في زمر هي هذه السر يعني تغوصا قال به تفيد ذي الامتحانات رسميا ما كي نقرجني نعم ثي وي راهو شغل تربص تدريبي ثي راهي فرصه ذهبيه انه غادي ماكش سقان هنا قرن اصلا باك بلونير بيان بلونير التجريبي بصح ثي غادي يعيش التجربه ولكنها ليست رسميه من خلالها غادي يعرف هذه السن متى نقاط القوه نسبه باش باش يخدم ومتى نقاط الضعف نسبه باش في الدار قال لي تشليت في لاسليني باش في انتي الدارك ذي ذي الفيتريسيا 15 20 سنه سي قيم 15 20 سنه ولي قيم شدي عاود هذه قراني على خاطر شدي غادي يوصل الاولمبياد غادي يسعدها ولي يدرب شي طيبين وسيدي غير مش المشكل ذا جديد ني لا تكنيك تاع جديد شي قال لي غادي عندها يست المنافسه ما الى غادي 100 متر دي 10 ثواني امني جولف ما لي ولا في تويت دي 20 ثانيه 23 ثانيه في الاي في الايام الاخيره غادي يحاول وليرنيشا غادي يتعلم تغوص التجديد وانما غادي يخدم في الشيكلان غرس اللي بنا الشيكلان غرس اي واحد اللي غادي يلعب كره القدم غادي عندها غرس طاد خلاص الشيكلان الا غرس بدين غادي يخدم يس واللي قداش غادي يخلق تغوص التجديد في اللحظه الاخيره واللي ما تيتيك يتشوش في والي تشوش في الدماغ خاطرش يتودر ما تقلان ولي بالنا شغل مهارة تجديد تقدر لازم شي قلنا غرسيلة أذيلة فيس مليح وذي حولة ذي فيس معناتها المعنى نسغلت تعتو ثلاثة ثغوصي قلي ما يمكن قار تيوغيك موم نظريا إميرا تطبيقيا ما قلنا مثلا التلميذ أنوي ما يمكن قار عينة أقداش هاث بيسعدة مثلا هاثي تسعدة ذي الباك وغرس يقدر ذي ثعرابث ويخصي تقلي ذي لي مات ما يمكن قار فيزيك متوسط متى يزم راي سوا ما يمكن يخدم اولا فعرض هذه اسمها ثاني ذهن الزيس الفيزيك ثاني المتوسط هذه يعني قليل يطلع قليل نيفو لي مات هذا مكان فقط وانما يركز اكثر متى الحواشه هذه عاود هذه قراءه زيرو ولكن ما نقول لا هذه بنا في الاسخ ليبرك ودي تطلع نيفو نص قليل فقط الفيزيك ثاني حنا العربيه ذي غادي انفيستي مليح باش هذه كومبونسا ما ليش نقص النص لاخاطرش ننا بلي الوقت ثاني غتصد الاختبارات غتصد قد ما غادي انفيستي ديري مات ودي بداش الثلاثي الاول الثاني الثالث متى غادي خير الله خير الله خير الله دونك الشيء اللي قوى ديس اثي قوه وقلنا ضعيف ديس هذه حاول هذه تطلع لو مينيموم بوسيبل نصيحه يا طنين ذي ما كان قارية ثماء البيداغوجيا ثماء نولي باش نحافظ فوالي باش يلياس ذيني يعني يقدر تقطعي ثني قداشن سلخصوص أتلق فيه يتظيني وهتغلق يحفظ نوي بلانش أي نوي بلانش لا تقطعي فقلان في الزيرة الامتحانة 5 سنوات 3 سنوات البيا مغلبك أتلقي فيه يحفظ قيت أي يقرأ قيت ما كان قار واصبحي ذينا روح عداد يسعي تسقلي وبعد وين يحفظ ايه فهي التكنيك تحلى نبلي تحضيرات ابطال العالم في اي غوصه والقلت كن شيء ما عاد ما تبريباراني يطل الاختبار غير يطل البطوله اللي غير يطل الماتش تيني تبريباراني الافونس وما تغرس المستوى ديال سوا ديال فيس ليت الاختبار من الاحسن غادي تش مليح وغادي تص مليح ما الا غرس لا ماتير ما تشل حفات اتيري فيزا قلي زات نيتس باسكو غادي يتص الدماغ اللي تعاود يترتب المعلومات ديالي تصبحي ذهن ثياف فري تصبحي ذي من الاحسن هذه فطره هذه تش مليح الفطور الصباح نسيت تش مليح وهذه عندها الاختبار نص متى غرس احنا ذي مثلا الفطور تصبحي تنسي الفطور تصبحي ثم احلى ثلاثيني احلى البنان احلى المكسرات احلى ومن اسكمل اسكمل امان هذه فيت القهوه الصغير اذا ما يقارن خامدين باسكو اذا ما غري تاود الوقت خلاص القهوه نوغي ما يمكن نقار القهوه نوغي في الدومون داخله باش باش تحلل الاستوما وتهضم تويق الانرجي الانرجي نتاعك تجدي سيرفونس سيرفونس لازم سيوش الانرجي سيوش امان وسيوش الاكسجين وسيوش تغوص امان السكر لان هذه تحل باش سيوش الانرجي دوكاس كامل هذه سو امان اثناء الامتحان نس هذه بيصغوسي سهلا ما تيسن اثيك ما تولي سينشا ولي تضيعش ديس الوقت نس عاد غير خلص الامتحان هذه تول المدينه هذه عندها مباشره تول المدينه لخاطرش رفعت الاقلام وجفت الصحف المدينه تعدى خاطرش ما لاقي قيمه تخمم ديس ني غير تقسيم دوكا نسو الناس بلي تخدم شيء ما دوما
غادي بارتير با الماضي نص وغادي يفلس المستقبل نص اين فوا خلص المدنك صاي خلاص لين كلاسات اذ بنفس جديد الى غير الماده جديد وهكذا في نهايه اليوم اتصرف هذا والتعشير مليح وتتصد مليح وعند غتسمت امتحانات ثاني نعم دا غيمد ان شاء الله دا يخص امتحان سي مردين خلاص النتائج على حسب العمل على سال خدمه الناس الا ثاني تمثلت يطن تنوجه انت نقدش تمثلت يعني نوجه سغان اخير يقداش مامكي يعني زمر شكا تنصح في قداش الاختيار نسن توجيه نسن الرغبات نسن مامكي بهذا قران سيغل تساوند خدش وطيخة قطعيثني الحالة ثامة تلغاني تقارن مثلا متاهن خير متاهن خير انتو زريخشة متا يعني غرصن مد ثاقلانها نقدر نديس يعني مامكي يعني زمرت تنصح ما مادام اسم الرغبات لازم تاتي مبني على الرغبه هماك قارخنات شوم الغريش خضر مبني على الرغبه ما تمتقخس انت زائد سنري زائد القدره الرغبه ما تقخس ومتى ما يقدر ماكش انا متى يقدر خاطرش انت ما الا خصك كل ميدزين وانت ضعيف خير الله ما يخص لي مات انت لازم متى يخص وما يقدر هذيك المعادله جر نسنثيا وهذيك الميكس هذيك المزيج نس وهذه تفكر في رب العالمين متى تغوص ثانية قال لهم بالك نتو سقسيخ شاديس واش هاش كدي الدورات النك يعني تلاقي فيه انت تلاميذها ما وتقسم في اللاسنت باش نفيد يعني قداش نيطنين قال لهم ترى عندي نغنتقن متى رنيس قوسان شنين إضافة متى نص قراي متعاونين موكش هذا حفظن موكش هذا مكثان موكش هذا رتبن المعلومات نسن نرناس نديس قوسان غوصة تجديد نسجل ديس نتشين دي المركز العالمي الكندي لتدريب والاستشارات اسمه بالانسيو بالانسيو يعني التعاش التوازن حياة متوازنة في مبادرة مجانية يجيت المركز العالمي الكندي ويسيد الدكتور محمود التايه داخل الجزائر يدرب أنا غنشين كمدربين وما تفلان غيطلب لازم نجرب نشين الساعة في مانا مدة ومن بعد تنقدم الطلبة كمبادرة مجانية وتسلك نوالو وهذا هو الشهادة سير المركز العالمي الكندي متى ديس طيث خمسة جوانب للحياة ديس الجسم وديس العقل وديس الوجدان وديس العلاقات وديس المهنه يعني طالبه يا وسنقاش اقرا برك اقرا 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 تهلا ذي الجسم منك تشم مليح تسود مليح تصد مليح اقرا ذي تهلا تقول لي انك اقرا ترتبط فيك تبذ تهلا ذي العلاقات انك شكد ما تعيش لوحدك استمع وتعاطف ثمني ذي العلاقات انك تهلا ذي المهنه انك باش هذه سمك شاد قصور دان زي سما اذا انت غادي عاش الحياه المتوازنه انت تسن تغري قداش وتسد الاولياء نسن ما تنت فرصان القرايه تبارك خص غادي يقرا برك هذه يقرا برك ودي سوق قداش يدير في التليفون هذه لف هذه لف هذه باين باللي ما تستركاز نخاطي في القرايه لا في الماكل نسلا في الشخصيه نسلا لا قداش يحتاج تشخن شي الوالدين نسن مليح حتى تحتار من شاء للاسف الشديد اميرا يلزم في الاخر شنيا مع المبادره المجانيه تبني الشخصيه المتوازنه ومادام مجانيه ومادام سي المعهد الكندي غتنبداو سي العمر 14 سنه ابتداء من 14 سنه الى اي عمر وقال لي خصها هذه شارك ليس يعني في كل نصايح انك استاذ الناخ بن بختا قدور اسمك في خشك الاستاذ مدرب محترف ثاني يعني تعدي ثقطعثني مزيزن الدوني ذي ثمسالتي ثاني مير ثانيك اقلان هلي ثي رانا خذي ثويلتنا مرحبا بكوسا ثاني مير ثانية المخرج الناخ مهدي بن تركي قلاني سريتي ثاني مرثي سهيله محمد قلان ثبت في اللاس لاسكريبت النخ صابرينا جمله نمدو كان النخ لا تكنيك نستوديو سينو كوسا قيم ذي لهنا غلط تعادي ديكور نجرات النخ